تتلقى مجموعة من الأطفال في مخيم الزعتري شمالي الأردن تدريبات تقدمها أكاديمية التايكوندو الكورية للأطفال السوريين. تهدف الأكاديمية بتلك التدريبات إلى مساعدة أبناء اللاجئين السوريين في الأردن في مقاومة صدمة الحرب وتحسين سلوكيات الحياة اليومية. نبيلة، يتدرب الصبية والفتيات السوريون في مخيم الزعتري على التايكوندو 4 مرات أسبوعيا تحت قيادة 3 مدربين كوريين و6 مساعدين سوريين. ويقول المشرفون إن تدريبات التايكوندو تساعد في صرف اهتمام الأطفال عن مجريات الحرب في بلدهم سوريا. ويقبل الأطفال السوريون في الزعتري على تدريبات التايكوندو بشغف واضح. أنشئت الأكاديمية عام 2013 وهي تتبع لمنظمة طعام للجائعين الكورية للإغاثة الدولية. يتدرب هنا قرابة 200 صبي و100 صبية في مخيم الزعتري، وسيكون لهم مستقبل طيب مع التايكوندو. بدأنا مدرسة التايكوندو في يوليو تموز 2013. الأطفال السوريون اللاجئون مصابون بصدمة، ونحن اخترنا الوسيلة الصحيحة لمساعدتهم على مقاومتها. هدف المشروع هو مساعدة الأطفال في التغلب على الصدمة عن طريق الرياضة. هذه ليست مجرد رياضة في واقع الأمر، فهي تعلم الأطفال مجموعة مبادئ منها احترام الآخرين والاستعداد للمستقبل. أخذنا إحنا الحزام الأبيض وكملنا تدريب، بس كان صعب عبنه ما بنعرف شيء عن اللعبة بعدنا، بس بنعرف انها بتعطينا الادب والاخلاق، لهيك حبيناها. عشان ادافع عن نفسي وعشان اساعد كل واحد يعني بيجي ينضرب، وكمان يعني بدي اتعلم الاخلاق عشان اعلمها لغيري. ندافع عن نفسنا ونتعلم حركات، واذا حدا مثلا تعرض لنا نقدر ندافع عن نفسنا ورياحه نفسنا فيه، كل شيء مليح كثير.